أنصف الاتحاد اللبناني لكرة السلة نادي الرياضي بيروت بعد ما خسر الحكمة 20-0 ليتوج النادي الأصفر بلقب البطولة. هالقرار اجا بعد الإشكال يلي صار امبارح بالمباراة السادسة بالسلسلة النهائية، حيث توقف اللقاء قبل دقيقتين و28 ثانية على نهاية الربع الثالث بعد ما حصل إشكال على أرض الملعب، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الرياضي بنتيجة 51-61. وبدا الإشكال بعد توجه نائب رئيس النادي الرياضي تمام جارودي إلى طاولة الحكام ليعترض على عبوات المياه البلاستيكية يلي كانت عم بتطال مقاعد احتياط النادي الرياضي، وبهالأثناء تدخل أيضا لاعبي احتياط الحكمة مما زاد الأمور تشنجا، فانهالت بعض عبوات المياه البلاستيكية على أرض الملعب ما أدى إلى إصابة أمين سر النادي الرياضي مازن طبارة برأسه عندما انسحب اللاعبين بحماية القوى الأمنية إلى غرف الملابس. أكلنا أول أنينة، راح مازن طبارة مدير الفريق على طاولة الحكام إنه بليز لازم ينحكى شيء لأنه ما بدنا هالشغلة تزيد، عم جرب نستبق الأمور. ما انحكى شيء لا من الحكام لا من طاولة الحكام، ما حدا حتى قرب على الجمهور قال له شيء. أكلنا تاني أنينة، وقتها أنا قمت على رئيس الاتحاد قلت له هاي أول أنينة هاي تاني أنينة، وكلنا عارفين أنا كنت حاكي مع رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد حاكينا كان قبل المباراة وحطتني بالجو إنه في هيك أجواء بالملعب حتكون، في أجواء ممنوع ترفعوا كيس، ممنوع تقصوا شبك. ما انه رح نلعب باسكتبول، رح نلعب رياضه. هلا اكلنا تاني قنينه، الفرق 10، عم تتجه المباراه لنهايتها، بده يخلص التاني بده نفوت بالرابع. طب اذا هلا قنينه وتاني قنينه غير، يعني اول شيء في قنينه فوق، ليه في قنينه فوق؟ لازم يكون في تحرك. عم نحكي بهالكلام مع الكوميسار، فجاه بتطلع انا على يميني بلاقي صار في بلبله بين لعيبه الحكمه ولعيبه الرياضي، فجاه بنلاقي القنينه نازله على راسنا، في قنينه بتصيب امين السر تاع النادي الرياضي مازن طباره، وفجأة لا كل العالم قربت علينا عم تتفشنا عن صوتنا على الفستيار. انتظر الجميع أكثر من ساعة لحل هالمشكلة من قبل اتحاد اللعبة يلي ما كان أبدا على قد المسؤولية، وخرج بعدها بقرار مضحك مبكي قضى بتعليق المباراة بالرغم من أنه المادة 150 من النظام الداخلي للاتحاد بتنص على التالي كل جمهور بيعطل المباراة بيخسر فريقه. نادي رياضي ما في شيء ما بيخليه يرجع يلعب، هذا الكلام مش يعني فيهم ياخذوا شو ما بدهم قرار ظالم حق النادي، بس نادي رياضي عم بكون كتير واضح ماشي بسياسة ما بيغيرها، انه اللعبة هي الاهم، اللعبة هي الاهم، مصلحة اللعبة هي الاهم، لانه عنده قناعة انه مصلحة اللعبة هي مصلحة النادي الرياضي. عنا اصرار انه تكمل مباريات. اليوم لما البطل بده يربح على ارض الملعب، نحن عم نلعب باسكتبول اليوم، ما عم نلعب لا مع معركة مع معارك إدارية ولا معارك سياسية ولا معارك، ما حاستعمل كلمة تانية ما حب حتى أقولها. أنا ما بلوم الجمهور بحياتي، بلوم الأشخاص يلي مسؤولة عن الجمهور، يلي بكلامها وبطريقة شغلها وبسياستها بتجيش الجمهور وبتهيش الجمهور بتوصل لهون. عوامل عديدة أدت إلى التشنج اللي رافق هالمباراة، بداية مع اعتراض فؤاد أبو شقرة مدرب نادي الحكمة على التحكيم بعد خسارته المباراة الخامسة بالمنارة. اليوم انت اذا ما بتاخد فاول فريق الرياضي بيركض عليك بحط ايدي باسكت، حمايه للاعيبه تبع الرياضي كامله، حمايه للاعيبتنا 50%. كلام خطير هذا، مش كلام خطير، لا هذا اليوم لما نحن بنكون عم نلعب ورايحين تنحط سله ما بتاخد فاول بتصير في باس بريك عليك دغري ديركت. يعني اليوم يا بده يكون في نفس التصفير على الميلتين ونحن عم نفوت بالفاول بروبلم دغري. أما العامل الأخطر فهو التهديد المباشر يلي أطلقه مشجع نادي الحكمة الملقب بباشو على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه النادي الرياضي وجمهوره بالحوش. بس اليوم غزير بغزير، اليوم البارحة لقلنا حنحرق لكم قلبكم، اليوم اليوم البكي كتير يا حوش. انتو شو انت شو لا انتو حوش ولا انتو حوش وبطلكم حوش، رح تشوفوا اليوم شو رح نعمل فيكم. مواقف عديدة أطلقت بعد توقيف المباراة أبرزها لرئيس نادي الحكمة مارون غالب يلي اعتبر أنه من الممنوع على أي فريق يتوج بغزير إلا نادي الحكمة، ضارب بعرض الحائط القيم الأخلاقية والرياضية مما رح يستدعي على الاتحاد بالمستقبل بإقامة مباريات الحكمة النهائية بعيدا عن أرض غزير وعلى أرض محايدة. وبالختام، مهما كانت مقررات اتحاد كرة السلة فالخاسر الأكبر هو اللاعبين وهي اللعبة نفسها والرياضة اللبنانية.